مؤسسات الأوقاف يعني لديها أفق في تطوير خدماتها في مجالات كثيرة جدا، حيث أن وزارة الأوقاف تمثل 5 وزارات في وزارة واحدة، فلها إمكانية في التوقيع في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد، في مجال السياحة وإلى غير ذلك. فنحن لدينا مجالات من أجل إعطاء الصورة المشرقة لوزارة الأوقاف واستغلال أراضيها ومرافقها، فقمنا بتوقيع اتفاقيات للاستفادة والإفادة. اليوم قمنا في توقيع اتفاقية بيننا وبين وزارة الأوقاف. الحقيقة جاءت اتفاقية لمعرفة كلا الطرفين بضرورة التنسيق فيما بينهم لخدمة هذا الوطن، خدمة المجتمع وخدمة المواطن الفلسطيني. رأينا كثير يعني وزارة الأوقاف الله يجزيهم خير، هم بيقوموا بعمل دؤوب في رعاية قسم كبير من المستفيدين من خدمات وزارة الأوقاف، وإحنا كذلك كجامعة بنخدم قطاع كبير من الشباب. فالاتفاقية هذه بتقوم على التعاون في مشاريع مثلا استصلاح الأراضي، تدريب كوادر من وزارة الأوقاف عندنا في خضوري، تدريب طلاب خضوري في وزارة الأوقاف مشان يكتسبوا خبرة عملية، وكذلك إلى مشاريع أخرى في المستقبل إن شاء الله.